صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حقيقة محرم bir aydı ki bu ayda Ehlül Beyt salavatullahi ve selamu aleyh mahzunlar, çünkü Ehlül Beyt'in baksak Ebi Abdillah el-Hüseyin özü ve evladı tadhiye verdiler, bu büyük tadhiye verdiler bu ayda ve hapsi kurban oldular dine. وَلَا بُدَّ وَاَنْ گَرِي بِزْ دَا bu ayın kadrin kıymetini bilek ki İmam Rıza sallallahu aleyhi ve sellem adı اِنَّ يَوْمَ الْحُسَيْنِ اَقْرَ حَجُّفُونَنَا وَاَسْبَلَ دُمُوعَنَا bu يَوْمِ الْحُسَيْنِ وَاَذَلَّ عَزِيزَنَا وَاَوْرَثَنَا كَرْبْ وَبَلَا يَوْمَ الْحُسَيْنِ يوم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، يوم تضحية الحسين، يوم عاشر من المحرم. ولا بد إنسان يريد بأيدا أغرناغن حسين صلوات الله وسلامه عليه نجب بز مقارئه دق ظلمه أغرناغ أبي عبد الله الحسين نجب ظالم والميخ أغرناغ أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه نجب dünyada yaşayak haktan, batıldan çıkak, şey be şey batıldan uzak olak, şey be şey hakka yakın olak. Nece edebildik biz diğer biz Ansar-ı Hüseyin'ik. Nece edebildik diğer biz Şiatul Hüseyin'ik salavatullahi ve selamu aleyhi. Hüseyin meselul a'la limen arada en yektedi bih. حسين الشمعة، حسين مصباح الهدى، حسين سفينة النجاة. إمام هادر صلوات الله وسلامه عليه كلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أسرع. نجبز بالسفينة يبنى بالله. بيغنبري إسلام صلى الله عليه وآله وسلم بزبير إن أهل بيتي كسفينة نوح. من ركبها نجا، من ركبها bu من ركبها da söz var. Kim buna mine bildiyse, acaba her insan ele bilir misin sefinetul nuh, yoksa illa gerek labudda en yekudel insana mu'minin. Her insan elini sevebilmez, müşkile bu da. Her insan demez elini sevsin, labudda elini sever. ki peygamber ya Ali la yuhibbuke illa mu'min. Avval gerek mu'min olsun billah ve bir risale ve bir resul. Bunlara mu'min olsun. Hakiki mu'min iddia etmesin. Eğer insan Allah'ı peygamber adli yaptıysa Ali'ni sever. Ama Allah da Muhammed'i adli yapıp tanımasa Ali'ni sevebilmez. Çünkü Ali salavatullahi ve selamu aleyh bu bilâh biz mikyaslı iman. Ali kasimul cenneti ve nar. حتى مأمون برجن دادي مع إمام رزايا دادي كيف أصبح جدك علي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار؟ لماذا أصبح قسيم الجنة والنار؟ نيلا إمام علي دادي مقدس يعني بابا لاري بحادث نقل يتمر ديدنا دادي علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق أو كافر. لا يحبك إلا مؤمن يعني غور لك مؤمن ولا صاي sonra Ali'ni seversin. Ali'ni sevmeği dünyaya bir kazıya diyor ki. Ali'ni sevmeği malla diyor ki. Ali'ni sevmeği cahtan diyor ki. Ali'ni sevmeği imanla. Men amene billahi ve rasulihi fe la budde izâ kâne hakikaten fe yuhibbu aliyyen. Kımı kıyas.
Onun için peygamber ya Ali bike yu'raful mu'mini. Bike. İnan iman olurlar. İnsan diyen de eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah fahve istesleme lil-İslam. Ennemâ kal eşhedü en la ilahe illallah arifet tevhid. Ve la budde en yedhulu ma'net tevhid fi kalbil insan hatta tetearrafel insan ila Resulillah. حتى يقدم محمد على جميع الأنبياء والرسل ومما خلق الله سبحانه وتعالى رسول الله مقدم على كل شيء حتى أقبل محمد وآل محمد رسول الله على من مسلمان oldum İslam oldum bunda أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله peygamber dedi ya Ali bike yu'raful mu'minin müminler seninle tanınır يعني من لم يؤمن بعلي لم يكن مؤمنا ولذا علي أصبح قسيم الجنة والنار علي بلر وجنة خاخر وجهنم خاخر وحسين صلوات الله وسلامه ابن علي صلوات الله وسلامه عليه لا بد إنسان من أراد أن يقترب بأبي عبد الله الحسين فلا بد أن يتصف بالصفات متعددة بالجنة يكون مخلصا في عبادته لله سبحانه وتعالى إخلاص حسين ده görüken إخلاص Kerbela'da dinine girip bak ne diyor sallallahu aleyhi إني حسين بن علي آليت أن لا أنثني أحمل إن أنا الحسين بن علي أنا الحسين بن علي آليت أن لا أنثني أحمي عيالات أبي أمضي على الدين النبي أمضي أوكي بيغمبر ياتذغ الدين من السلام السنة يريم وأنا قبول يتمشى أمضي على الدين النبي من حسين بن علي افتخار يدر من حسين بن علي وافتخار يدر من حسينية افتخار يدر من أهل بيت يعني نجيك علي بن أبي طالب افتخار يدر ندير ديرده كفى بعزا أن أكون لك ربا وكفى وكفى بفخرا أن تكون لربا افتخار يدر عبد الله علي بن أبي طالب من افتخار يدر إمامهم علي صلوات الله وسلامه عليه كالسيد الموحدين ده بلدي افتخار يدر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه معنم أمام دلال معنم أقتري بهم وأتعلم منهم وهم طريق إلى الله سبحانه وتعالى قرآن لنا وابتغوا إليه الوسيلة والأرض وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى بقي كل الأبواب كما سد رسول الله كل الأبواب إلا باب علي صلوات الله وسلامه عليه سد الأبواب كلها إلا باب علي نشكو إلى علي نقابس قرصا إذا علي نباب قابس وهو علي صلوات الله وسلامه عليه كبس سورة حمتو خروزنا اهدنا الصراط المستقيم بيغمبر انت الصراط المستقيم يا علي انت الصراط المستقيم تنسى الصراط المستقيم يعني صراط المستقيم علي دي بقية الصراط سبل لا ينتهي الى الله سبحانه وتعالى ونقرا حسين صلوات الله وسلامه المثل الاعلى كوكبة في عالم الإمامة والولاية حسين صلوات الله وسلامه عليه بس الطريقة ده بخال من هو الحسين كم له حسين حسين بن علي بغرطان يقص حسين بن علي كم له حسين عبد العزيز صلوات الله وسلامه عليه كي بس بخصخ قرآن نديرة عجب بر آيات حصر بر آيات واقع عندي بسنة نديرة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا من هم أهل البيت كل المؤرخين دي الله أصحاب السير يا زلر دير بيغمبر صلوات الله وسلامه عليه قال لفيغمبر يعني دير من إحساس إذا من الجرم ده ضعف فار فغطيني بالكساء اليماني فاطمة الزهرة كساء اليمان عطى بيغمبر نسنا بلا السورة إمام حسن قال دي لنا Kocamın kokusunu Allah. Babamın kokusunu Allah. Peygamberin kokusunu Allah. Dedi böyle gıta Yemen altında. Ya dedi selamu aleyke ya Resulullah. Ete ezen eli el etkili tahtel gıta.
فنعم الإذن أعطاه لعلي لليا قرة عينه داخله سنجة بلام من رسول الإمام حسين قالت كان إجازة ستار البيغمبر كان الزهراء يدينا سيدة أشم رائحة جدي رسول الله بيغمبر بيورد يا رسول الله السلام عليك تأذن لي أن أكون ثالثهم تحت الغطاء بيرون بلام يا ثمرة فؤادي الله الحسن والحسين ثمرة فؤادي الحسن والحسين قرة عيني بيرون بلام سندي إمام حسين داخل برسول أمير المؤمنين قال صلوات الله وسلامه علي بن أبي طالب دي يا فاطمة أشم عندك رائحة كرائحة ابن عمي رسول الله للبالة أزه وشهد عليه غطاء ألطن دارتلار غطاء كساء اليماني قال دي يا رسول السلام عليكم عليكم السلام أتأذن لي أن أكون خامسكم تحت الغطاء بيرون يا رسول الله فالغطاء ألطن دارتلار البيغمبر حسن حسين علي الرابعهم علي صلوات الله وسلامه عليه النصر فاطمة الزهراء يا رسول الله أتأذن لي أن أكون سادسكم فنعم الله إمام عبد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه جزيل لفاطمة إجازيدا قرد الناس تحت غطاء الكساء اليماني إجازيدا قرسي قرق بيغمبرن يبنى إجازيدا قرق بيغمبرن دينينا قرسي بيغمبر سنة قبول يتسن فقرنا سورة جبرائيل لأن عندي دار يا رسول الله أتقبل أن أكون سادسكم بالا وكساء الأماني شكل ده اسم الله سبحانه وتعالى ده بعلم ده دعاء كساء اليمان بخندق الله سبحانه وتعالى آيات نازلة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله سبحانه وتعالى ده أهل البيت نبلغ بلاد أهل البيت شكي بيغمبر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال أم سلمة من أمهات المؤمنين دي يا رسول الله تأذن لي دي أنت على خير ولكن يو بو مقام آير بر مقام ده بو بر آير منزل هذا الله سبحانه وتعالى بلار خاص عناية فيرد بلار أهل البيت محمد وآل محمد قرار فيرد زارنا بو بيشتنا فبلار محمد وعلي فاطمة حسن حسين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كانوا تحت الغطاء وكذلك بيغمبر صلى الله عليه وسلم عليه نجرنا نشخنده إمام حسن إمام حسين ده تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسهم جعل عليا نفس رسول الله وجعل الحسن والحسين أبناء رسول الله فالحسين صلى الله عليه وسلم ابن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ريحانة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان رسول الله دائما يؤكد حسين مني وأنا من حسين دائما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان يقبل فم الحسن هو رقبة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه كأنما بنو أغزان زهير ولله وندا باشين كسرنا كان رسول الله يهتم بالحسن والحسين حتى لو يتوارث الحسين منزلات من الراغب بيغمبر الإسلام من بعد من بر أخرى وقت حسين منزلة جير بس ولكن لو شاغد ما كثر دشير قاخرة فمن بعد ما وزقش كان بلان عالد قجاغنا دير إن أحبه سيبرا مبو اللهم أحب من أحب حسينا إلهي من من سيبرا اللهم إن أحبه حب من أحبه سو إلهي وإنسان كي حسيني سيبري الله أكبر يخ حسين سيبري قلدي حسيني سيبري الله سبحانه وتعالى بيغمبر سيبري وبيغمبر لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بيغمبر صلوات الله وسلامه عليه بلغ بزباشنا بالكلمة ولو تقول علينا بعض الأقاويل أز باشنا بيغمبر أز زنن بالكلمة فزدا السيل سيد لأخذناه بالوتين ولقطعنا منه الوتين لأخذناه باليمين ولقطعنا منه الوتين بيغمبر ما مريده كي إما آيات حديث الله آياتي الله تلافنا قادسا أو بوحي
ينطق وكل أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه منسوب إليه مدحا وثناء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه رواية تقر مش قردشلر Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günlerden bir gün oturmuştu. Cebrail indi yanına. Dedi ya Resulallah içtima'ne beyne a'azam şahsiye fis sema ve hava kim? Cebrail ve a'azam şahsiyeti ma fil kavn vel kavn yani el melaike el cin vel ins fe a'azam insanın fil vücud huve Muhammed ibn Abdillah sallallahu aleyhi ve sellem içtima etmişti. وعلى أساس بيغمبردن جبرائيل برابر أطرب أم سلمان بيغمبر ديمشتي كمسان قويمة جرسن فحسين عليه السلام وشاغل قاقبن تقلاري جردي تشاري جردي تشاري بيغمبر قجاغن ألدو حسيني جبرائيل لأندير يا رسول الله تحبه يا رسول الله من السيء والسيء من عمومة المسلمين من نقل يد الله دير يا رسول الله تحبه دير نعم فكيف لا أحبه حسين مصباح حسن وده خزائن علم الله بالروايه ديال ابو الحسين صلوات الله وسلامه عليه فكيف لا احبه حسين صلوات الله وسلامه سيد شباب اهل الجنه فكيف لا احبه فديد جبرائيل ديد يا رسول الله تقتله الفئه باغيه من امتك فابي رسول الله يجزدار يشتم دولد باشتاري يقرمها باشتاري gözünü yaşı etmeğe Cebrail uzadı torpağından bir avuç torpağı getirdi. Dedi ya Resulullah bu torpağ sizin de Hüseyin şehit olacak. Bir gün gelir şehit olacak. İmam Peygamber o gün mu'tem tuttu Hüseyin salavatullahi ve selamu aleyhi. فَمَنْ اَرَادِ اَنْ يَبْكِلِ حُسَيْنٍ فَهُوَ يَتَأَسَّ بِرَسُولِ اللّٰهِ Hele Resulullah ile vaka olmayıp da hele Kerbela olmayıp hele Hüseyin baladı. Peygamber bu vakıati Kerbela için gözyaşı döküldü. Fekeyfe ba'del vakıati Kerbela men arade en yebkilil Hüseyin ve huve teesse bi Resulillah. Peygamber'e teessü edilir. Ve Peygamber'in sünneti budur. Gerek biz sünnetine amel edelim. Peygamber yığılıyıp da gerek biz de yığılıyalım. Ama bazıları geldiler. Aşure günü baktı. Yevmül Ferah. Yevmül Tehni'e birbirlerine. Güzel gün hesap edirler. Ferah gün. Ne işte yom el ferahtı? Valla. Necallahu subhan ta'ala mesela. Kimi mesela? İbrahim aleyhisselam ile nar. Ama Musa aleyhisselam. Necahu Allah subhan ta'ala min Fir'aun. Gerek biz sevilagın. Musa peygamber kop. İbridi Yahudiların peygamberlerdi. O vakit tamam yoksa yok. Bu sevir peygamber. Musa. Musa'nın necatı rakşı sevinni. Bu Yahudiler bunu değiller. Yahudilerdi. Bu matlab Yahudidir. Peygamber Yahudiler peygamber. Ama bizim peygamberimiz kimdi? Muhammed İbni Abdillah. Bizim peygamberimizin balası kesildi. Peygamberle kesilmemişti. Peygamber ona yığılır. Bu yevmül ferah hesap etmiyordur. Yevmül huzun hesap edilir. Ama o sevindi. Valla Musa peygamber necat yaptı. Acibdi valla. O peygamberin koyuptu. Ki aslı peygamber salavatullahi ve selamu aleyh. Buna insan iman getirmeyen insan müşrikti, bel kafirdi, bel harici dinli münharifti. Yefrahu bi ferahi Musa, velakin la yehzeru bi hüzni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi. Peygamber de abnâuna abnâuna ekbâdun. İn aşu ferahuna ve in matu ahzanuna. Hatta rivayete gelipte Peygamber sallallahu aleyhi İbrahim balası ölende dedi el aynu tedme'u vel kalbu yehzen. ولا نقول ما لا يرضى الله جزد شيدر يشتنار يغلاف وقبل محزن الله ولكن الله استرغنا بس استرغ مز الله استرغ رازور الله رزاتنا ونقرا ابو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه نحن نبكي للحسين صلوات الله لانه نتاسى برسول الله صلوات الله وسلامه عليه قبل واقعه بيغمبر جز ياش دكتور حسين قبل الواقعه كربلاء فير وجر بكت عليهم السماوات والأرض اللي قربوني بالآخر ما من شيء حتى الحيطان في البحر بكوا لأبي عبد الله حسين أبي عبد الله حسين بير إنسان تقول لي إمام حسين باش كيسل ده إمام حسين بير مبدأي ده إمام حسين بير رسالة ده إمام حسين بير نعمة للبشرية صلوات الله وسلامه عليه عندما قتلوا الحسين يعني ماذا
قتلوا الرسالة، قتلوا المبدأ، قتلوا الإسلام. وهنا يقول يزيد بن معاوية يقول لعبت هاشم بالملك لا خبر جاء ولا وحي نزل. نوح قاربتي نجب لا إلوار ندين وار نإسلام وار بيغنبري العياذ بالله على لسانية رندي بتي. يعني نكران رسالة إذا النصري من حسين الدردن. حسين ده دفاع يدرد عن رسالتنا بزم إسلامنا وبزم حقيقتنا وبزم رسالة السمادان دوخش يدرده كخاتم الرسل وخاتم الأنبياء وخاتم الرسالة كبيغنبر يزيد بن شيء نفير لعيبة هاشم بالمود لا خبر جاء ولا وحي نزل. فإمام حسين استشهد وضحى لأجل الدين، وأنا قلت إن لم يستقم دين محمد إلا بقتلي فيا سيف خذيني قلنا جدا كيسن معنا سببنا معنا مكيس ما غمنا دين الإسلام إحياء تبجاغ ووجود تبجاغ وحياة طائرة بلجاغ مسلمان الله بدينا نستفاد السين. الله سبحانه وتعالى بزي محشر السنبي عبد الله الحسين واقعا بزي قويسن ومجال سبي عبد الله الحسين نستفاد لغن كلمات محمد وآل محمد نستفاد لغن أحاديث رسول الله نستفاد لغن أدب الحسين الاستفادة داخ مجالس أبي عبد الله الحسين الاستفادة داخ كهبس النور دو بركات عناية مجتمعاتك. اللهم زدنا بهدى إلى مواكب محمد وآل محمد وإلى هداية محمد وآل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.